الخبر الاول اللي عدنا على الهاكر وفضيحة البيسان اسماعيل. طبعا ما تعرفون يا حبايب انه هذه رابع مره يتكر بها حساب بيسان اسماعيل، وكل مره ينزلون صوره ويعلنون من خلالها انه راح يفضحون بيسان اسماعيل، وحاليا بلشوا باول فضيحه. والصراحه الفضيحه كانت عباره عن قبله كلش ناريه. فنزلوا هذا البوست اللي هي الرويده، يقولون انه هاي ام بيسان اسماعيل، واضح طبعا هي صوره قديمه وكان اكو شخص مثل كانه نايم على صدرها. صارت الفضيحه صراحه ان الصوره كلش 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 قويه وكانتوا قريبا جدا. وتقريبا بعد 10 دقائق يا حبايب رجع الحساب ورجع تهكر مره ثانيه ونزلوا هذه الصوره كان كاتبين بها انا قادم قريبا جدا عزيزتي بس انتظريني. وطبعا الان بيسان ما طلعت ووضحت شنو اللي قاعد يصير بحسابها ولفت ذهب امها او لا. اقول ان شاء الله يرجع الحساب بسرعه وقت وان شاء الله تنحل هذه المشاكل، لان صراحه مهما كانت اذا انتم تكرهون بيسان او بتحبوها ولكن هذا الشيء مو زين ان انتم تنشروا خصوصياتها بهذه الطريقه المبالغ فيها. على كل يا حبايب اتمنى لكم تشاركوا باللي قاعد يصير وشو رايكم من تتوقعون هكر. وش الغريب يا حبايب الموضوع انه نفس هذا الهكر طلع وهكر قمر مار، ايضا نزل على حسبها بالانستغرام هذا البوست، وبنفس الوقت نزل هذا الستوري كان كاتب بيه تم اخذ الحساب وقريبا راح يتم اخذ الملفات قريبا جدا. الصراحه شو اللي قاعد يصير كلش غريب بنفس الوقت كلش مرعب، ما ادري صراحه شو اللي قاعد يصير. تقريبا بعد بنص ساعه قمر مار قدرت ترجع الحساب ونزلت هذا الستوري كان كاتبه بيه يدو مال الحساب عندي اني قمر ما اعرف شو اللي قاعد يصير، والله شاهد على كلامي كنت نايمه وصحت على اتصالات ورسائل اصدقائي بالواتساب ومنشنات وتعليقات بحساب زوزي. الحساب سجل خروج من يمبي بس ما تغير اي شيء، كل شوي افوت بس بنفس اللحظه يطلعني وما الحق اسوي اي شيء. بعدين تعطى الحساب وظليت احاول افوت ولكن كان يقول لي خطا، فرحت غيرت الحساب الباسورد يعني وطلع الشخص اللي كان بحسابها واللي يقول انه انا مسوي هذا الشيء. بليز بطلوا تخلف وغباء، منو ممكن انه ينظر نفسه؟ ما حد يتخيل خوف وتوتر الان جنت بيه. خسرت اكثر من 20,000 متابع انه هي كانت قريبه حتدخل الرقم الجديد اللي هو 1,700,000 متابع. حسبي الله ونعم الوكيل على كل شخص ياذيني او ياذي اي شخص مو مسوي اي شيء. على العموم الحمد لله وديروا بالكم على حساباتكم، لان مو سهله تضيع تعب سنه او سنتين يضيع بيوم. احبكم كل شيء وشكرا على وقفتكم وياي. هذا نزلت هذا الستوري كان كاتبه باقي على عناتكم. طبعا ان شاء الله الف مبروك على رجوع حسابها وان شاء الله ما يصير مثل اللي قاعد يصير بيسان اسماعيل. بس يا حبايب هنا وصلنا لنهايه المقطع. طبعا قناتي الثانيه يا حبايب الكل يروح يشترك بها، نزلت لكم امبارح عليها مقطع كلش خرافي ما يجعل دعم. اتمنى يا حبايب تروح تشتركون بهذه القناه وتفجروا المقطع باللايكات. وبنفس الوقت يا حبايب خلينا نوصل 500,000 باسرع وقت، خلطوا لايكات واشتركوا بالقناه. وبس جايكم فهد الزين من قناه مملكه القصص، وبس مع السلامه.